صباح الفل على كل الأصدقاء، صباح الفل على مصائد الفيوم. اوعى تطيري. احطها مع زمايلها بقى. حلاوتك يا جمال، مفيش حاجة جات عليك؟ الناجي الوحيد، البلبل الأخير. متخافش متخافش متخافش، طلع زرق من الخوف بتاعه ما جاي عليه. متخافش يا هود هود. انت داخل من ايه؟ شكله جميل جميل، روعة والله. لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، اوبا نهى انا قتله، انا كنت ربيته. ويحير الواحد في التربية طرب غير ديله. المصاد بدأت تشتغل اهيت. جبنا بلبلين امبارح بالامس، كانت ماسكاهم الشبكة الهوائية، واحدة على سطح أستاذ حاتم وواحدة على الجنينة جنب البيت. حطيناهم هنا، والصبح مسكت واحد ودلوقتي مسكت واحد. حطيتهم واحد على مكنة الطحين، واحد هنا. فالناس اللي هي محتاجة بلابل ما تقلقش، يا ماما يا طارت هي كانت جاية على الإمام، ما تقلقش إن شاء الله قريب البلابل هتكتر وهنصطاد وهياخدوا كلك بلابل ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بلبل كبير يا رب بس ما يطير مننا. شكله واعي، عاوز يطير. كاد أن يطير والله، كاد أن يطير. المصيدة العجيبة ملهاش حل بتاعت عم مصطفى كمان شريف. المصيدة ديت يا جماعة جميلة جميلة، من أجمل المصايد في صيد البلابل بالذات، وزي الطلقة في صيد الحمام واليمام. دايما بطلع على ماسكة، يعني هي من أول المصايد اللي بلاقيها ماسكة. بعد كده بقى ممكن نلاقي المصايد التانية ماسكة. بلبل كبير في السن، بصوا شعر راسه اسمر خالص وديله اسمر، ما هو الصغير في السن. اللي زعلان انا عليه قوي البلبل اللي هو ابو شامه في خده، شامه بيضه زي شبه البلبل العراقي. ده طار مننا بس كان بيطير ويجي ويدخل المصايد، بس كان بيبقى فيه بلابل تانية موجوده، انما المطار كان هو الاخير هنا، هو والتاني ده. التاني ده كنت حاطه على مكنة الطحين وراح فين.
عاوز بقى ده احطه هنا مكان اليمامية دي. علشان يدخلوا المصيدة بتاعة الاستاذ حسين بتاع الفيوم او المصيدة دي. فهناخد اليمامية ونحطه ان شاء الله. البلبل بنكون حريصين جدا واحنا بنحطه لان بيفلت من اقل حاجه. هنجيب له اكل بقى دلوقتي ونظبط له الدنيا. دبور القاتل دبور بتيجي على العجوه والبلابل بتاكل الضبابير دي اصلا، وطائر الوروار كمان ساعات بيجي بس ملوش لازمة يعني. طبعا بالنسبة لليمام يعني في ناس بتسألني بكام اليمام وعايزة يمام، انا مش ملاحق اصلا العيال الصغيرة. بصوا مستنيين اهو. ازيك يا حودي؟ محمد فين؟ اظهر وبان عليك الامان. انت فين يا حمو؟ وريني وشك. اليمامية بتاعتك اهي. استنى هجيب لك قفص. القفص بتاع العصافير انا كنت حاطه الناحية دي هنا كده، بس البلابل كانت بتيجي وتقف ورا في الناحية التانية دي. فانا حطيته ورا في الناحية التانية. وتقريبا ماسك بلبل. نطلع بقى ناخده نحطه ايه على مكنة الطحين عشان يبقى هناك. بص المصيدة سهلة خالص وانا شارحها. بلبل لسه هايج. شايفين دي؟ عايزها تبقى واضحة. تبقى داخلة كده في القفص وبنرفع الباب ونحطها. هنمسك البلبل الأول. بص الباب طبعا بيعلق فما بننزلها ايه يعني عاملينها واطية شوية لغاية هنا كده، لأن لو هي عالية لغاية هنا هترفع الباب. طبعا البلبل ممكن يطير بس بلبل كبير برضه اهو. يعني عشان الواحد يصور وينصف كده تبقى صعبة شوية. سهلة جدا وبيصطاد بلابل. اهم حاجة نحط لها الخشبة دي او عصا زي كده بحيث البلبل بيقف عليها ويمشي يلاقي الباب والعجوة جوه هي. تبصوا بتبقى فين يعني بعدها على طول. البلبل بيجي واقف فين لازم يدوس على الحديده دي وهو داخل او وهو طالع تيجي قافله عليه. فكره سهله وبسيطه جدا بس لازم يكون في بلبل او اتنين على الاقل محطوطين يضربوا صفاره البلابل التانيه تسمع الصوت تيجي تشوف ايه اللي هنا. فكر البلابل بقى واقفه بتاكل فبتيجي عايزه تاكل رخره. وكل ذكر طبعا زي ما قلنا قبل كده بيبقى له منطقه في البلابل، ليه منطقه في اليمام، ليه منطقه كل طائر، كل نوع طائر ليه منطقه بيخاف طبعا حفاظا على منطقته. بيجي يدافع عن منطقته يلاقي بلبل تاني فبيجي يتعارك معاه عاوز يمشيه من المنطقه بتاعته فبيجي يلاقي اكل فبيدخل ياكل. دي قافلة على الفاضي.
دي المصيدة العجيبة، وعملها صعب جدا، مفيش غير ابو ادم بيعملها بصراحة باحترافية. يعني انا عملتها بس ما عملتهاش زيه. احنا شاريين منه واحدة، الكم بيشبك بتاع البروفر، شاريين منه واحدة يجي من 3 سنين وشغالة لغاية النهاردة بسم الله ما شاء الله عليها. يلا مع زميله شغال شغال، بيومتك ماشية شغال صفة. في بلبل بره ضرب صفارة فهم جم ردين عليه، مش عارفين الجوز ذكورة بقى ولا ايه، هيتعاركوا مع بعض لو ذكورة. بصوا يا جماعة، الذكر بيوقف شعر راسه شعر راسه او ريش راسه، بص الاتنين ذكورة اهو، والمنار بتاع الذكر بيبقى قصير والمنار النتاية بيكون طويل شوية عن الذكر نسبة، يعني ما تتذكرش كده، ما حدش ياخد باله منها أول. قال لنا عليها المعلومة دي أستاذ مارتن من حوش عيسى. وطبعا المسافة ما بين الحوض في الاتنين بتكون واحدة، الذكر والنتاية، فالبلابل ما بتتعرفش بالكير والمسافة بين الحوض وال عظمتين اللي في الحوض والكلام ده، عشان البيضة والحاجات دي زي الطيور التانية بيبقى التمييز بين الذكر والانثى بيكون صعب جدا. يعني يلا شغال شغال، ويومتك ماشية صفره، ربنا يسهل. الجماعة اللي عايزين بلابل ما تقلقوش، مسكنا بالشبكة الهوائية اهوت وبدأنا نصطاده ان شاء الله كده 10-15 يوم 20 يوم شهر بالكتير قوي، يكون معانا زي 30-40 بلبل ننزل بقى بيهم سوق السيدة عيشة او سوق اسكندرية بتاع الحمام. وفي ناس برضه عايزة من طنطا، الزقازيق والحتة ديت هنتقابل في طنطا ان شاء الله. فبعد ما نمسك ان شاء الله بلابل هنظبط كده على قد الكمية اللي معانا وعلى قد الناس اللي عايزة وعايزين عدد كام، ونظبط الدنيا ونتقابل ان شاء الله. وهبعت لكم برضو كلكم رسائل على الواتساب، فاللي ما تواصلش معاه على الواتساب قبل كده يتواصل معاه عشان اسجل رقمه وابعت له رسالة واقول له مثلا احنا هننزل يوم جمعة مثلا اليوم الفلاني. بس الجماعة بتوع طنطا لقيت فيهم ناس يوم الجمعة شغالة، فممكن نتقابل في يوم تاني غير الجمعة، على الرغم ان انا كنت عايز انزل سوق طنطا ده يوم الجمعة لان في طيور زينة حلوة كنت عاوز اجيب منها زي الفراخ البدو والحاجات دي، في كتير يعني كميات كبيرة والبراهمة والحاجات دي.